مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال، مساء التطور. شخباركم؟ ما زلنا نتكلم عن نيتنا لهذا الشهر اللي هي تطوير الجسد المشاعري. باقي لنا بكرة بس يا جماعة. والله يا هو شهر والله يا هو شهر. تسمعوني؟ تقول ما في صوت. الصوت بعيد. الحين اجيك شوي شوية شوي شوية. Thank you. طيب، اللي ما حطني يحط النية ويقدر يكمل في تطبيق لاكس. خلفية الجوال جميلة برضو، ليش لا؟ ماذا لو؟ ماذا لو تغيرت كل حياتك؟ وبرضو الفيلم يا جماعة، ناقشنا الفيلم، موجود على اليوتيوب. الفيلم مرة ممتاز، مرة ممتاز، اللي مهتم بالمشاعر وبالجسد المشاعري. أوكي؟ وأذكركم باقي لنا يوم واحد ويغلق التسجيل في مواد هذا الشهر، مواد تطوير الجسد المشاعري، اللي هي راح يغلق التسجيل في خريطة المشاعر، قصة الشعور، الحياد، الشجاعة، فنون الروح، القبول، التجرد. وش بعد باقي؟ أسئلة الجسد المشاعري. أوكي؟ هاي 8 مواد راح نغلقها، وإن شاء الله بإذن الله نفتحها السنة القادمة. فإذا كنت مهتم، مستعد، عندك فلوس، عندك وقت، قلبك منفتح انك تتغير وانك تتجاوب مع القصة، هذا هو الوقت المناسب. اوكي، اليوم نبغى نتكلم عن اهداف الجسد المشاعري، موضوع مرة مهم لكل شخص متورط في اهداف مش مشاعرية. اوكي، رحب بأصدقائي على تيك توك، أهلا وسهلا، شرفتوني. أوريدي عندنا 9000 لايك، ثانك يو سو ماتش. لاكس ممتاز جدا ترى، يعني جت تعليقات إيجابية عليه صراحة. تقول حطيت نية الاستحقاق في لاكس. حبيبتي نجمة، ثانك يو، نايس. شلون تسجلين؟ عادي تسوين داونلود للتطبيق، تلقينه في الاب ستور وفي في السوق يعني، وتسوي له داونلود وتسجلين عادي، بسيط يعني، سهل مره. واذا صار عندك اي مشكله كلمي خدمه العملاء برضو يساعدونك. طيب، ما يشتغل عندي لاكس، ليش يا منول؟ شو المشكلة؟ احنا مهتمين انه نعرف ايش المشكلة اللي عندك. كلمي خدمة العملاء وقولي لهم ما يشتغل لاكس، خلنا نشوف ايش القصة، لانه احنا في يعني مرحلة تجريبية الان، قاعد نصحح الاخطاء، قاعد نشوف ايش المشاكل، اي احد عنده مشاكل، عشان نطور من المنتج. ولا كيف نطور اذا ما كلمتينا يا منول؟ طيب، اي هو شغال عند الجميع بس هي ما ادري ليش. طيب يا جماعة، خلونا نبدأ بموضوعنا، اهداف الجسد المشاعري. هل في يوم من الايام كنت جوعان 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 للحد، يعني اخر شيء، خلاص خلاص جوعان، الهدف انك تاكل؟ هل في هذه اللحظة انت تقعد تناقش ايش راح يكون العشاء، وتقعد تخطط ايش الاغراض اللي بتجيبها، وايش الطبخة اللي بتسويها، ايش الاشياء هل انت لما تكون في هذا المستوى من الجوع وتحتاج تحقق هذا الهدف
تكون بهذا المستوى من الجودة؟ ولا بتاكل اي شيء يسد جوعك؟ شو وضعكم؟ اي بس تقول ابغى ابلع بس، ما في مناقشة صح؟ خلاص انت وصلت حد الجسد يريد اكل اي شيء، مو مهم طعمه زين مو زين، وفقا للدايت اللي ماشي عليه ولا لا، هو اللي انا مشتهيه ولا ماني مشتهيه. شابورة تقول اللي قدامي بالضبط. وفي ناس عارفين هذه القصة بيحاولون يجهزون اشياء عشان يحسنون الوضع لما تجي الحالة هذه. بس خلني ابغى اقول لك كيف لما يكون الهدف مادي بحث 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 النتائج المادية كيف ممكن تكون رديئة. الهدف لما يكون فكرة مادية بحتة، مادية بحتة، تكون نتائج مادية رديئة. يعني خلص بس المقصد انه يسد الجوع، سد الجوع، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، تحقق الهدف فقط. يعني ما استمتعت، ما انبسطت بالاكل، ما يعني كلها هذه فاتتك. حتى يعني اذا ماشي على دايت خربت الفكرة، حتى خربت الشعور، خربت الفكرة. بس انك خلاص وقف موضوع ال. فأنت لما تبغى هدف مادي تحقق طريقة مادية، قد يتحقق قد يتجلى، لكنه راح يكون رديء رديء، يعني هدف على قد كذا. شابورة هذه اللي مغبيها للوقت الصعب هذا، هذا هو. الآن تخيل أنه أنت يعني صار عندك تطور شوية، تبغى تأكل، تبغى تاكل بس ايش؟ عندك اشتراطات فكرية لانك ماشي على دايت معين، ما تبغى تاكل كربوهيدرات، وما تبغى تاكل سكريات، وما فقاعد ايش؟ توازن الموضوع مخك يعني كذا، وفكريا تتذكر القوالب حقتك والصح والغلط وكذا. فالان يجي عندك الموضوع وتاكل تاكل، ما تاخذ الشابورة، ما يكون الموضوع لا لا، تروح تاكل شيء يعني يتناسب مع القيم او الحدود او القيود اللي انت حاطها او انت فارضها. يمكن تاكل خياره. ها خياره احسن صح؟ احسن من الوضع الاول، احسن من الشابوره. احسن من الشابوره خياره، تطور الوضع. لكن ستيل ترى الموضوع يعني قادم من الفكر، قادم من الفكر. لكن تخيل انك جوعان وعندك فكرة ورا الموضوع وتبغى تستمتع بالاكل، تبغى فعلا تستمتع، وش بيصير الوضع؟ لا لا لا، الموضوع لا، اوكي الخيارة، بس تبغى نقطع الخيارة، نبغى نجيب الروب، نبغى نحط المعرف ايش، نبغى نجيب كذا، نبغى نستمتع بالقصة. الله تقعد على المائدة تشم تقول الله، هذا وانت توك ما اكلت، انت لسه ما اكلت، المنظر، الريحه، وتتذوق وتتذوق من هذا وتتذوق من هذا. الله فعلا فعلا هي عمليه واحده من البدايه، انت شبعت. بس صراحه كانت يعني يمكن ساعه ساعتين، بعض الناس يقعدون 5 ساعات لما يروحوا المطاعم، هذا الميشلان اللي يجيك طبق ورا طبق كذا ساعات طويله، مستمتعين قاعدين. بس في النهاية الهدف كان مستوى آخر، كان يعني ليفل آخر. أوكي الآن أي هدف عندك في الحياة، أي هدف في ذهنك الآن، أبغاك تحضر لنا شوية، إيش الهدف، أحد الأهداف المهمة الآن في حياتك؟ أوكي أحد الأهداف المهمة الآن في حياتك، عطونا إيش الهدف المهم، ايش الهدف المهم؟ الشابورة خبزة يابسة. اعتقد هذا التعبير الصحيح، بس انها يعني تتخزن، يعني تقعد في 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 الدرج تتخزن لوقت طويل، مو الخبز يخرب، فهي خبزة يابسة فتقعد وقت طويل، فلما يصيرون جوعانين ياخذونها يغمسونها بالحليب ولا بالشاي كذا ينقذون انفسهم. انزل 5 كيلو، اصير ثرية،
السلام الداخلي، الثراء، الثراء، تنظيف الغضب، إزالة الصدمة، اكتفاء الذاتي، أغير غرفتي، ألاقي حل الوجع، شهادة الدكتوراه، الثراء والحب، على طول طالع العالي، الثراء والحب، أنزل وزني، دايت، أتخن 6 كيلو، أتشافى، أطلع أولاد ناجحين. أوكي ممتاز ممتاز، خلونا نشوف الآن هذا الهدف اللي عندك، ليش تبغى هذا الهدف؟ ليش أبغى جواب؟ الجواب إما أنه بيكون مادي ولا فكري ولا مشاعري، وإذا كان مشاعري هل هي مشاعر عالية ولا مشاعر منخفضة؟ ليش ليش مثلا تقول مثلا أبغى أنزل وزني؟ ليش؟ قلت لي أنه الوزن المثالي كذا كذا، أوكي معناها فكرة، معناها أنت رايحة الهدف عشان فكرة. أبغى أنزل لأني أبغى ألبس فستان حلو، أوكي رايحة ورا شعور يعني، أو يمكن مادة بعد. طيب ليش؟ عشان أستقل وما أحتاج أحد، مشاعر سلبية، ما أحتاج أحد، مشاعر سلبية. ليش تقول الهدف شهادة الدكتوراه؟ عشان الراتب والمنصب، فبالتالي الهدف اللي وراه ليش من الجسد المادي، يعني عشان فلوس، عشان او عشان مثلا المنصب، فاللي وراه مادي، اللي وراه مادة. طيب الحركة بركة، هذا اللي وراه حركة بركة، يعني هذه قيمة او معنى في الغالب، هذه فكرة، هاي في الجسد الفكري. طيب ابي اكون غنية، برضو الجسد المادي. طيب المادة تجيب شعور، I know، بس مو الكل يشتغل بالطريقة اللي تتصورينها. أبدأ أدخل الجيم عشان أحسن صحتي، فكرة، هدف الجسد الفكري، قصة حب. طيب قولي لي ليش في 20 قصة الحب؟ لأشعر بالأمان والقوة، غريب الجواب، لأن يعني رايح الشعور الشجاعة تقريبا، هو الشعور الشجاعة هو المرتبط بالقوة، الشعور القوة وأمان ما يجوا مع بعض، احتمال تكونين خايفة، ماشي أكون لأني خايفة وأبغى أحس بقوتي مثلا لأستمتع بحياتي أكثر، شعور من الجسد المشاعري. استقلال فكرة، لأني خلقت لأصنع الثراء. الله أكبر حبيبتي، أنت حبيبتي، يعني هذه فكرة، تظل فكرة، يعني قصة أنت مثلا مؤمنة فيها، أوكي تظل فكرة. السفر عشان أعيش حرية، فكرة، جسد فكري. طيب أوكي، طبعا غالبا لو كملنا ونبشنا كل أهدافنا بنكتشف غالبا أهدافنا بتكون مرتبطة أو جاية من الجسد الفكري، جاية بناء على إيمان، بناء على معتقد، بناء على قوانين أخذناها من المجتمع. يعني واحدة مثلا تقول لأن وزني، هي قاعدة تسوي دايت،
قالت لي انه وزني زاد عن الوزن المحدد او الوزن المثالي. طب مين قال الوزن المثالي؟ فكرة، نرجع للموضوع، فكرة او قالب او معتقد او ايمان معين موجود في الجسد الفكري او قيمة. غالبية البشر بسبب انهم هم يقتقدهم اجسادهم الفكرية، غالبا ايضا اهدافهم جاية من الجسد الفكري. فبالتالي الهدف لما يجي من الجسد الفكري، يعني مثلا الآن أنا أبغى أنزل من وزني 5 كيلو، 5 كيلو، شوفوا أي أحد يقول بنزل من وزني كذا بالضبط يعني كيلو، تعرف إن الموضوع فكري، يعني هو يعني حاسبها. أي أحد يقول مثلا بنزل من وزني 2.5 كيلو، شو 2.5 كيلو؟ يعني الآن هو الموضوع بس بيفارق على 2.5، أو مثلا بنزل من وزني 7 كيلو، يعني بالضبط يعطيك رقم محدد، فمعناها الرقم هذا مرتبط بفكرة. غير لما يقول مثلا أنا بخسس مثلا عشان خايف على قلبي، عشان كده دخلنا المشاعر، حتى لو كانت خوف بس دخلنا مشاعر، يقول بنزل أنا لما أحس أني خفيف، ترى فرق، ها بسوي دايت لما تروح الشحوم ويخف جسمي شوي واحس بخف بالحركة، ما هو مرتبط برقم معين. فهذا ممكن يقول لك والله يعني عشان انبسط بجسمي، عشان انبسط بشبابي، فتجي في المشاعر عالية. او يقول لا والله خايف الدهون، وخايف خايف من الركب بكرة تضرب علي، وخايف على قلبي، وخايف من الكوليسترول. فانتقلنا الان للمشاعر. غالبية البشر هم يشتغلون، أو ليش دائما عندهم في الأهداف من فكرة، دكتور هم يقلدون بعض، وكله بالأفكار، قوالب المجتمع، إحنا بنسوي نفس القالب اللي إحنا تبرمجنا عليه، فهي فكرة. شيء آمنا فيه، خلقت لأكون ثرية، برضو فكرة. شيء أنت كأنك حطيته معنى حطيته وتبغى توصل له، معنى الحرية، الاستقلال، هالمعاني اللي انت تبغى توصل لها، يمكن تبغى تجربها كمعاني. وطبعا لما انت تختار هدف مرتبط بالجسد الفكري، الجسد الفكري طاقته ضعيفة مقارنة بالجسد المشاعري، حتى لو كان الهدف المشاعري سلبي. يعني خلني اقول لك، شفتوها الحين عندنا ثنتين، اوكي، كلهم عندهم شحوم، كلهم عندهم هدف الدايت، اوكي. الاولى تقول لك انا ابغى انقص 15 كيلو، لانه خلاص هذا هو الوزن المثالي، معناها هي ماشيه بالفكر، عندها خطه وعندها كذا. الثانيه تقول لك انا بخفف هالشحوم، انا خايفه امرض، خايفه اطيح، خايفه ركبي تخرب، خايفه كذا. فتشتغل يعني ايش باحساسها باحساسها كذا، تقول لا هذا فيه سكر، لا هذا خبز بعدو عني، لا هذا ما، لا كني اليوم كثرت كذا، يعني تمشي بالبركه زي ما نقول. في النهايه مين اللي طريقه اسهل؟ مين اللي طريقه اسهل؟ المشاعريه. مين اللي بيوصل اسرع؟ اللي ماشيه بالبركه، مع انه الخوف هو اللي يقودها على فكره، مع بس الخوف طاقه تحت، يعني طاقه قويه، يعني قاعده تدبر البشر. بس هذيك الفكره تلقاها يجي يوم تلخبط، يقول لا اليوم مفتوح، لا لخبط، برجع من جديد، او كل ما مشيت في الموضوع اخربط، ابغى اعيد. ثانك يو. فالأهداف اللي وراها جسد فكري صعبة، بطيئة، ممكن تنقطع، ولو وصلت لها مثلا هذه قالت أبغى أنزل 15 كيلو، لما توصل 15 كيلو تقول ما أحس أني اقتنعت، هذا هو 15 كيلو تقولون عليه. زي مثلا اللي يقولك أبغى أخذ الماجستير، بعد يأخذ الماجستير يقول ما حسيت، ما أدري، كأني كنت أتوقع شيء ثاني. وش كنت تتوقع يعني؟ كنت تتوقع أنك تدخل الجنة؟ إيش هذا ويعطونك إياها يعني؟ وش كنت تتوقع؟ ما أدري، أخذت الدكتوراه ويعني كنت أتوقع، يعني إيش كنت تتوقع؟
بالضبط بالضبط ايش كنت تتوقع؟ يعني انت وين رايح؟ شهادة دكتوراه يعني وش كنت تتوقع؟ ما ادري يعني كنت اتوقع يعني شيء ثاني مثلا ما ادري ايش ما. فكثير من البشر لما يحققون اهدافهم يقول هذا هو الهدف، هذا هو الهدف اللي انا تعبت وركضت وسويت ورحت وجيت وكذا وتعب تعب وابغى اوصل للخط بالضبط، ابغى اوصل 15 كيلو بالضبط، ابغى اوصل للنقطه المعينه بالضبط التارجت هذا بالضبط. الخير ليه؟ لانه ما في شعور، لانه اصلا ما كان عندك شعور تجاه الدراسه، ما كان الموضوع مشاعري اصلا، فانت وراك زعلان. ليش زعلان؟ ما كان الموضوع شعوري، كان الموضوع فكره تتحقق، تحققت بعد ما تعبت ونهديت وانهلكت عشان هذا الهدف، والطريق يكون صعب ومتعب ومؤلم، ولما يتجلى تقول انا ليش سويت انا. وممكن كثير ناس تجيهم نكسات في هذه اللحظه لما يتجلى الهدف، يقول يعني ليش ضيعت عمري، ليش ضيعت حياتي، معقوله كل الفتره اللي انا اركض عشان هذا الموضوع، كل الفتره اللي انا اشد حيلي عشان هذه القصه اللي ما كانت تستاهل. لكن الشخص اللي هدفه مشاعري، هذيك المرأة اللي عندها الشحوم وتمشي بالبركة وكذا، لما يدخلون عليها ناس، طبعا هي ما متابعة الميزان غالبا ولا مهتمة بالأرقام، يقول واو نحفتي مرة، شي شعورها طايرة، تحس انها ملكة الدنيا، تحس انها يعني مرة فرحانة انها يعني سوت هالإنجاز العظيم، تحس شي خطير يعني شي عظيم. فما بالك لو كان قادم ايضا من شعور ايجابي، انك انت يعني ماشي في الطريق وشعور ايجابي ووصلت، شوف كيف يتعاظم هذا الشعور الايجابي. لذلك مهم ان في كل هدف احنا نحطه في حياتنا نقول ليش، ونتاكد انه هذا الهدف مشاعري. وانا كلمتكم في يناير في موضوع كارما الثراء، قلت لكم انه الاثرياء هم اثرياء لانه الموضوع مشاعر، الموضوع مشاعر، مو موضوع شنطة، والله مو موضوع فراري حمراء ولا شنطة الشنين، مو موضوع اطلاقا ما له دخل، مو موضوع يعني بشتري بيت بشتري سيارة، ولا لو كان الموضوع كذا كان شروا بيت ووقفوا عن الثراء، لا، ده الموضوع شعور، الموضوع شعور. لذلك دائما شيك على اهدافك، حاول انك انت تطورها شوي، على الأقل إذا كانت في المادة انقلها للفكر، طور شوية من الموضوع، إذا كانت في الفكر انقلها للشعور، إذا تقول أنا ما عندي شعور تجاه الموضوع، أبغى أقولك طور جسدك المشاعري، طور جسدك المشاعري، لأنك صراحة يعني بدال ما تقعد يعني صراحة تنهرس في هذه الحياة للأهداف وللأشياء اللي بتوصل لها وللكذا، تقعد يعني 80 سنة وانت مضيع وقتك على طرق ما ادري وينها، اوكي وقف شوية، خذ لك بريك شوية من هذه الاهداف وطور جسدك المشاعر، راح تكتشف انه الاهداف اللي انت ممكن بتقعد تشتغل فيها سنوات طويلة بتخلصها باشهر، في اشهر تخلص الاهداف هذه، لانك فقط طورت جسدك المشاعري. الجسد المشاعري ثمين للتجربة الثمينة، لكن مو الكل يثمن تجربته، مو الكل، ترى مو كل الناس تثمن تجربتها، ذلك قيمة حياتك، قيمة تجربتك بقيمة مشاعرك. بعض الناس مشاعرهم رخيصة، رخيصة مشاعرهم، رخيصة، عادي يقعد في مكان هو متأذي، شوف الرخص، يقعد يتابعني وهو ما يحبني يقعد يتابعني وهو يعتقد اني نصابة، وهو مضايق يعني حس انه خلاص ما يتحمل هذه النصة. يا اخي ايش الرخص؟ ليش مشاعرك رخيصة؟ ولا ما تشوفهم مرات مهشتقين في تويتر ما ادري مين وكذا ويكتبون يكتبون، اقول الان انت شايل يعني في ناس شايلين الترند، اقول انت الان صار لك 10 ساعات او يوم كامل تشتغل على ترند على شخص انت تكرهه ما تحب، ليه مشاعرك بهالرخص هذه؟ يا اخي روح انبسط، روح استمتع، روح افتح لك شمعة وجيب لك وردة. يا اخي معقولة يعني مشاعرك رخيصة لهالدرجة؟ ففي ناس كثيرين في الحياة لا تعني لهم المشاعر الجيدة ولا يثمنون تجربتهم، ما يثمنونها، مرتبطة تجربتهم بأنا كيف المادة عندي وأفكاري اللي أنا آمنت فيها
او برمجت عليها سواء كان صح او غلط طبعا، انها ما حد مسها بس هذه حياتهم كلها قائمة على كده. اما شعورهم رخيص، شعورهم رخيص لا يساوي شيء بالنسبة لهم. يتنكدون، ينغثون، يؤمنون بشيء غير مريح، شيء غريب صح، يؤمنون بشيء، يعتقدون بشيء ما هو مريح، مو مطمئن، ما يدعو للطمأنينة، ما يدعو للرحب، شيء غريب. لذلك تبغى تختصر الحياة طور جسدك المشاعري، تبغى تثمن حياتك وتثمن قيمة حياتك برضو طور جسدك المشاعري. خلونا ناخذ أسئلة. ألا حبيبتي تقول عذرا كلما أتبع شعوري يطلع الشيء مو زين وغالبا أتعرض لصدمة. معناها جسدك المشاعري تعبان. That's okay. ترى على فكرة صحيح إنه الصدمة يعني هي ما تبغين إنك تروحين صدمة، بس في النهاية في أشياء أنت ما راح تصححينها إلا بالصدمة. يعني في كل مرة يكون في صدمة معناها كان في خطأ كبير ما صححتي، هو أصلا كان في الخط خربان، أنت يعني ماشية ومعاك شيء غلط، أنت رايحة للطريق المنحدرة على أي حال، خربان الموضوع فما صححتي أصلاً في موضوع يحتاج إلى تصحيح لم يتم تصحيحه. وعموماً أرجع وأقولك عشان تشوفين كيف لو قلنا ثنتين اللي عندهم دايت اللي يبغون يسوون دايت، واحدة أخذت القرار من الجسد الفكري واحدة أخذت القرار من الجسد المشاعري، بعدين اللي أخذت القرار من الجسد المشاعري جتها صدمة، أوكي جتها فلونزا، جها شيء غير من طريقة تفكيرها، غير من طريقة شعورها، فاستطاعت انها تخفف وزنها بطريقة اسرع من اللي موجودة في الجسد الفكري. لا يعني لانها هي اختارت المشاعر ومشت وراء المشاعر، لانه اصلا في شيء غلط في الطريق كان بيتصحح على اي حال، بيتصحح اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة. ذلك على فكرة الاشخاص اللي قد نقول مرات ارواحهم اكبر او تجربتهم اعمق او يستيقظون مبكرا، غالبا طفولتهم صعبة. ليه جتهم الصدمات من بدري؟ عشان يلحق، عشان يستيقظ. طب متى تبغين تجيك الصدمة؟ في النداء الثالث؟ وشلون اذا كان جت ملايين الرسائل يمكن عشان تعلمك انه هذا غلط، كان لازم لها تجي الصدمة. كيف نفرق بين الفكر والمشاعر؟ ماي جاد، مرة موضوع كبير. يعني الفكر يعني الفكرة اللي تفكر فيها، المعتقد اللي تؤمن فيه، القيمة اللي تنتمي لها، الصح والغلط اللي أنت تؤمن فيه، القالب الاجتماعي اللي أنت ماشي فيه، هذه كلها أفكار. المشاعر يعني زي ما نقول أنا أبغى هذا الشيء لأنه يشعرني بالسعادة، أبغى هذا الشيء لأني خايف، أبغى هذا الشيء لأن هذا الشيء مريح بالنسبة لي. يعني في أحد يأخذ الدكتوراه يقول والله هذا الموضوع مريح؟ طبعا لا، صح؟ أكيد يعني هو ماخذ الدكتوراه من الجسد الفكري، يعني شلون بياخذ الدكتوراه من الجسد المشاعري؟ قليل يعني. خلنا نقول ما يستقول هل الارتباط العاطفي أو زواج هدف مشاعري؟ ما ندري، حسب ممكن تقول والله أبغى أتزوج عشان أطفال أو عشان جنس، بقولك مادي، أو عشان فلوس بقولك مادي، أبغى أتزوج عشان هذا السيستم اللي في راسي، عشان مجتمع، عشان فكرة، عشان معتقد أنا مؤمنة فيه، عشان قيمة العائلة، عشان معناها فكرة، أبغى أتزوج عشان أتونس، عشان أنبسط، شعور، فيختلف. أبغى أتزوج عشان ما أكون وحيدة، مع خايفة، شعور، فيختلف. ترى كل هدف يجي مادي ويجي فكري ويجي مشاعري. شرف يقول كيف نخلي أهدافنا جاية من الجسد المشاعري؟ اكتب أهدافك وقل ليش 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 عند كل هدف، وشوف الجواب، هل الجواب شعور ولا فكرة؟ إذا كان فكرة احذف الهدف. طبعا مستبعد شخص يعني يسمع الكلام بهدوء، البشر دائم يحاربون ويقاتلون ويقاومون، أوكي؟ احذف ال يعني تخيل شخص كل حياته ماشي على أفكار وإيمانياته ومؤمن فيها ومعتقداته وماشي وراء الأهداف هذه، وبعد فجأة أقول لا احذف كل أهدافك وحط أو اشتغل بس على الأهداف هذه، يقول
ايش الموضوع سخيف. الموضوع سخيف هذا شيء، لكن في النهاية سيظل الشخص يقاوم لأن جسد الفكري يقوده، فبالتالي أنت محتاج تطور الجسد المشاعري عشان تنسجم مع الأهداف المشاعرية. طيب نأخذ أسئلة من التيك توك. أريد يعني عند 112 ألف لايك. Thank you. شكرا جزيلا. كيف أطور الجسد المشاعري؟ لا لا يا حبيبتي، مو اليوم، ما باقي إلا يوم واحد. Oh my god، تعبنا وحنا نتكلم من أول الشهر، معقولة؟ أوكي، تبغين خفيف ولا تبغين عميق؟ تبغين خفيف كذا يعني بس يفتح لك لمبات ويخليك يعني يكون عندك الرغبة إنك تتحركين، احضري أسئلة الجسد المشاعري. تبغين أعمق شوية، احضري خريطة الشعور، خريطة المشاعر. تبغين تروحين ديب أكثر، احضري قصة الشعور. كيف أعرف إذا الجسد المشاعري يتطور أم لا؟ يعني هو قاعد يتطور أم لا؟ تقدرين تشوفين مثلا من آخر ثلاثة أشهر، آخر ثلاثة أشهر إيش الوضع، إيش الواقع، إيش كان الشعور اللي موجود عندي. ترى عشان كده أنا أقول إنه خريطة المشاعر كثير مفيدة، لأنه إحنا ما نعرف غالبا. يعني لو أقول لك من ثلاثة شهور إيش كان شعورك، تقولين يعني يا دوب تتذكرين انت يعني كنتي في نفس الوظيفه ولا مو نفس، تتذكرين الاشياء الماديه، تتذكرين الماديات. اتذكرني قبل ما اشتري سيارتي، بعد ما شريت سيارتي، قبل ما توظفت في المكان الفلاني، بعد ما توظفت في المكان الفلاني، نتذكر الاشياء الماديه. بس اقول لك طيب قبل ثلاث شهور يعني ايش الشعور القائد بالنسبه لك؟ يعني بعيد شوي انك تتذكري. اقول لك قبل ثلاث شهور او قبل تسع شهور إيش كان المراسل المشاعرية لجسدك المشاعر؟ غالبا ما نتذكر، عشان كذا مهم الخريطة المشاعرية توريك وش الواقع اللي أنت فيه، تعرف أنت يعني وش القصة اللي أنت عايشها، وبالتالي تعرف أنت قاعد تتطور ولا ما تتطور، قاعد فعلا تتطور ولا ما تتطور نفس ما أنت. وفي أشياء ترى واضحة، يعني مثلا خلنا نقول طلع لك صرصور خفت منه، طلع لك من بكرة صرصور خفت منه، معناه أنت نفس الوضع، معلش اليوم نفس بكرة نفس الشيء، نفس الشيء صار نفس الموقف مرة ثانية ونفس الشعور نفس الشيء. فاطمة حبيبتي تقول ممكن شخص عنده نقص ويسوي أهداف عشان يحس إنه قيم. أي صحيح، تكلمنا عن هذا الموضوع في عقدة النقص. وأغلب الأشخاص اللماعين اللي يسمونهم ناجحين نجحوا لأن عندهم عقدة نقص، لأنهم قاعدين يعبون الخزان هذا. وتكلمنا عن هذا الموضوع في وهم تعبوا ترى كثير، تعبوا كثير اللي عندهم عقدة نقص، ما هم يعني أشخاص بس تقبلوا النقص وخلصوا الموضوع، لا يشتغلون وعوضون ويبنون الخزان من جديد. تكلمنا عنه أول الشهر، تقدرين ترجعين للخزانات المشاعرية موجودة، وبرضو تكلمت عنه في قصة الشعور. طيب كيف أتحرر من الغضب؟ عندك جلسة الغضب؟ لماذا أشعر بأنني أتطور وأنضج بعيداً عن أهلي وعندما أكون وحيداً؟ مصطفى يمكن كنت حضرت معنا ما أدري لما تكلمنا في شهر العظمة عن أداة العزلة. العزلة أحد الأدوات اللي استخدموها كثير من الأشخاص للتطور، فعادي يعني مو بس أنت وله لأنهم أهلك يعني سيئين، عادي أي شخص يعتزل حتى لو يعني قفلت السوشيال ميديا لمدة ثلاثة أيام راح تحس إنه في شيء إنك أنت ترى. هي في النهاية عموما عبارة عن مواجهة، اعتراف، مواجهة، طبقات تمر وتحسمهم وتمر عليك، وشرحتهم بالتفصيل في الصمت والسكون. Thank you. Oh my god محمد الختلان. Thank you. قلبي أنت. ولا اسم على اسم ما أدري. طيب. وإذا كان الهدف مكس مادي وفكري ومشاعري. يصير، بس بقول لك في النهاية تلقينا هو مو 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 فعلا صادق تجاه شيء معين.
تجاه شيء. يعني مثلا بقول لك طيب اوه ماي جاد يعني جاي بالطياره يعني يعني مثلا خلنا نقول ابغى اكون ثريه. ليه؟ عشان بشتري الفيراري الحمراء، بشتري شنطه شانيل، بشتري البيت، بشتري اليخت. الفكره خلنا نقول عشان بكسب مثلا قيمه اجتماعيه معينه، والشعور عشان ابغى اشعر بشعور جيد او شعور جميل او مثلا على سبيل المثال. في النهاية أبغى أقولك تبغين تشعرين بشعور جميل، يعني لو بس هذه هي الخيارات اللي قدامنا، تبغين تحصلين البيت وشنطة شانيل والفرار الحمراء وكذا واليخت، بس مو بالضرورة يجمعهم شعور جميل، ولا تبغين شعور جميل بدون الفراري واليخت وشنطة شانيل؟ لازم تجاوبين، لازم تجاوبين. في النهاية راح أعرف هو جذرة وإيش. أنا بقولك لا، يا بنعطيك اليخت بس يا إما عشان شعور ولا عشان اليخت بذاته مادة. هذا اللي يخلي بيحسم الموضوع يعني. طيب شعور جميل بدونهم صح؟ أه؟ طب اوكي معناها سوي ديليت للمادة، معناها مو مهم، مو مهم المادة والشي. Thank you. هنا يجي الموضوع الشعور الاثرياء اللي قلت لكم عنه. هذا ترى قصة عميقة جدا، اللي يفهمها يقدر يفهم موضوع الثراء. نادين حبيبتي تقول هل الليلة المظلمة الروح هي طريق لتطوير الجسد المشاعري ام الروح ام الفكر؟ نداء الروح هي حالة اتصال، اوكي؟ هي حالة اتصال. الروح هي متطورة، ما تحتاج ما انتي قاعدة تشتغلين على الروح. بس القصة اللي موجودة، تكلمت عن هذا في قصة الروح في شهر الروحانية، انه الروح شوية كأنها شوية معزولة بسبب المادة، انه المادة يعني تشفط التجربة وتخلي الروح كأنها مو حاضرة في التجربة بشكل قوي وواضح. هي مو حاضرة الروح يعني بشكل كبير وقوي. الروح عندها مواقيت تحسم الأمور في مواقيت محددة، لأنه الأجساد المادية ممكن تجي بالعيد. بس في النهاية الروح بحالها هي متطورة، تطور انت ما تشتغل عليها، انت بس تحاول انك انت توصل ما بين الاجساد السماويه والاجساد الارضيه، تفتح طريق بينهم، تفتح الطريق بينهم. ذلك تطور الجسد المشاعري يدل على ان الروح وجدت طريق، انه الاجساد السماويه وجدت طريق من خلال الجسد المشاعري، ولا ما حد يقدر يتصل من خلال الجسد الفكري. وين مسافه؟ وين تتصل؟ او المادي ما في اطلاقا، بعيد جدا. فحنا نبغى نسوي داونلود للقصه، بس هذا هو الموضوع. تبغى تسوي داونلود للقصه، فاقرب او اقصر طريق انك انت تطور الجسد المشاعري، فيستطيع بالتطور اللي هو فيه، بعلو الذبذبه اللي هو فيه، يستطيع انه يلتقط من قصه الروح. تقول لك انزين اذا كان الهدف فكري بس غيرت وخليت هدف تابع من مشاعر، عادي يبقى الهدف؟ احنا تخصصنا ترى، تخصصنا كذا يعني نلف وندور على الهدف. الا لازم الفيراري الحمراء تجي. هي بس وش تبغى الفيراري الحمراء عشان نجيبها؟ مو انا وش ابغى، لا لا لا، هي الفيراري الحمراء وش تبغى؟ الفيراري الحمراء وش تبغى؟ وش تبغى مننا عشان نجيب لها؟ وش تبغى الفيراري الحمراء مننا؟ وش تبغى الفيراري الحمراء مننا؟ اي شيء تبغاه نعطيها، نجيب لها، نغير انفسنا عشانها، نغير مخنا وراسنا وشعورنا وافكارنا عشانها. بس في النهايه مو انت، في النهايه الفيراري الحمراء هي اللي قررت المصير، صح؟ في النهايه يعني انت قاعد تلعب لعبه وتلف وتدور،
الفيراري الحمراء هي اللي قررت المصير. لذلك خلونا ما نخدع بعض. الهدف الفكري فكري. فكري. هو جاء من فكرة. جاء من برمجة. جاء من إيمان. جاء من معتقد. جاء من قيمة. جاء من فكرة صح وغلط. صحيح إنك تقدر تلطف الطريق. تلطف الطريق بمشاعر جيدة ومشاعر إيجابية وترفع مشاعرك. بس في النهاية أنت تعرف إن هذا فكري. تعرف إن الهدف فكري. تقول كرهت أم الفراري الحمراء. حرام عليك. تدرون والله ما أدري كم سعرها. لازم أشيك. أذكر مرة دخلت محل بس نسيت. حبيبتي تقول أكتئب لو قعدت فاضية. يصير عندي أسئلة وجودية ومرة أتعب نفسيا. حبيبتي على طول حذفتي ليش؟ طيب لأنك يقودك الجسد الفكري وتبغين إجابات فكرية، فأنت ما تبغين تواجهين هذه القصة. فراري الحمراء تقول لازم تصير عندك. أنا ما عندي ولا سيارة، ولا سيارة والله ما عندي ولا سيارة. ما كنت شريت في حياتي ولا سيارة. Oh my god. ما أدري، يمكن يوم من الأيام أشتري بس ما أدري. ما عندي ولا سيارة. كيف أحول مشاعر الخوف لقفزة بصالحي في تحقيق الهدف؟ لو كنت مكانك بستمر أشتغل على الهدف، لكن في نفس الوقت بشتغل على شعور الخوف. في نفس الوقت بشتغل على شعور الخوف، بس بستمر في الهدف. بستمر في الهدف. إنك ترى ما تقدر يعني تسوي دروب الهدف مرتبط بالخوف. معلش معلش ما تقدر ما تقدر. يعني ما أبغى أقول لسيدة مثلا تشعر بالعار من شيء معين أقول لا اكسري هذا الموضوع العار. لا، اشتغلي على الموضوع. اشتغلي على الموضوع أول. رغم ضعفي أحس بقوة هذه الفترة. قصدك بعد ما حطيتي نية الجسد المشاعري؟ النية وارد توريك ضعفك وتوريك قوتك حسب انت وين الدايركشن حقك. عشان كل الموضوع عشان التطوير والتصحيح. نادين حبيبتي تقول إذا تطور الجسد المشاعري ووصل لمرحلة متقدمة كيف نحافظ على الاستمرار بنفس المستوى؟ ما النصيحة؟ لأن الشعور ينزل ويطلع. شوفي، الشعور ينزل ويطلع بس عندك 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 مراسي وعندك قيعان. ها، عندك مراسي وعندك قيعان. فمهم انك انت من بدري عارفة. من بدري عارفة. هو الكل يعني تجيه قصص الحياة الإيجابية والسلبية. بتمر القصص يعني. بس وين القاع حقي؟ هنا المهم. فكون انه انا من بدري عارف انه القاع حقي يعني سحيق، معناها انا لسه ما تطورت بالقدر الكافي، احتاج اتطور. وكون انه انا وصلت المستوى وبعدين وقفت قعدت وحطيت رجل على رجل، برضو هذا معناها انه انا بنتظر احتمالية صدمة واحتمالية اني انزل. المفروض اني انا استمر في تطوير شعوري الايجابي. على الاقل على الاقل استمر في التوسع المشاعري. على اقل تقدير اني طول الوقت ادف التوسع في الجسد المشاعري. لكن اذا انا عارف انه عندي قاع رديء لو نزلت له يعني راح يكون مزعج، لابد اني اشتغل عليه. هل ممكن اي شعور اشتغل على تحريره ينتهي ولا يعود، ام ان بعد فتره تطلع لنا طبقه اعمق منه؟ كلها ممكنه، كلها ممكنه. ممكن تطلع طبقه اعمق منه وممكن ما يكون عميق اصلا ولا اصلي. انت نسخه فريده، واللي حضروا خريطه المشاعر بيكتشفون عندهم نسخه فريده، خريطه خاصه فيهم. فانت تجربتك هي اللي تحدد. هو وعلى فكره ترى تحس انه الشعور اصلي وعميق. لا، طبقات. الاصلي والعميق طبقات. يقول لي انا يعني نظفت وكذا وتحسنت، بس بعد فتره حسيت انه لا، كان يحتاج تنظيف ثاني او تنظيف اعمق.
فتعرف انه الشعور اصلي وعميق. في ناس يسوون تنظيف مره واحده خلاص باي باي للشعور هذا، ما عاد يجي عندهم، ما عاد يعني يمرون عليه مره اخرى. تكلمت عن هذا الموضوع في قصه الشعور. طيب ناخذ سؤال من تيك توك. هل ممكن اني احب اهدافي الفكريه واتجاهل اهدافي البشريه؟ هي اصلا لما تكون انت جسدك الفكري هو اللي يقود، هي احسن، هي يعني في عينك هي الزينه. يعني مثلا يوم اني انا كنت مثلا احضر شهاده الدكتوراه، اكيد انها يعني وقتها كانت هي يعني مره حلوه في نظري وفي عيني، اكيد. فلما يكون الجسد الفكري هو اللي يقودك، الهدف مره مغري ومتسق. لذلك انا اقول حتى شطبه الهدف الفكري ترى ما تشتغل. يعني صديقنا قبل شوي لما اقول اشطب الاهداف الفكريه وخلي الاهداف المشاعريه، بتصير السالفه تضحك مره. اسوي كذا حتى اشعر بشعور ايجابي، كل الموضوع مو منطقي بالنسبه لهذا الشخص، ما في منطق الموضوع. طيب ناخذ سؤال خنفشاري ونختم. خلونا ناخذ سؤال خنفشاري، نبغى سؤال قوي قوي قوي. ثانك يو نجمه، اوريدي عندنا 166 الف لايك. ثانك يو. تقولك طيب واللي ما عندها مشاعر؟ ما في حد ما عنده مشاعر، بس انه ما في اتصال مع الجسد المشاعري بسبب الحياد، بسبب زي نقول القلب مات. تكلمت عن هالموضوع في الحياد. طيب صديقي عمر يقول ايش السبب، سبب التعلق بهدف صعب؟ احنا نتعلق باهداف صعبه حتما معناها عندنا جسد فكري متضخم، ومعناها احنا استنسخنا هذا الهدف من شخص اخر، لانه هذا الهدف لا يناسبنا. الهدف الصعب جدا لا يناسبنا، ممكن صعب شويه بس صعب جدا وكبير جدا لا يناسبنا، لا يناسب طاقتنا، لا يتسق مع شعورنا، لا يتسق مع قصه الروح. فبالتالي احنا استنسخنا الهدف من قصة الآخرين، وبالتالي هو موجود في الجسد الفكري. وهذا يعني يجعلك لما جسدك الفكري يقودك وانت يعني عندك برمجة مرتبطة بهذا الهدف، وهو اصلا جذره فكري، فتكون تورطت انك انت متعلق انه لا لازم يصير هذا الهدف، لازم يصير، مع انه كبير ومعقد وصعب وما اعرف ايش، بس لازم يصير. طيب يا جماعه ما ابغى اطول عليكم اكثر، بكره اخر يوم، بليز خلوكم موجودين، نبغى نجاوب الاسئله اللي ما جاوبناها طوال الشهر. وش بعد؟ نبغى نشوف الاخبار، ايش صار ايش ما صار. شهر والله طول، ها بالنسبه لي يعني، بس اكيد صارت اشياء كثيره، أكيد يعني مستحيل ما صارت أشياء هذا الشهر. فنبغى نسمع الأخبار، شو صار شو ما صار، كله نبغى نسمع كل الأخبار الزينة واللي مو زينة كله. طيب فخلوكم معانا بكرة بليز، كان شهر ممتع. صارت قصص كثير بالضبط، بكرة بنسمع هذه القصص. أوكي تصبحون على حب.